اهلا بكم ابناء الاعزاء طلاب الصف الاول الاعداد. ان شاء الله النهارده مع بعض نشتغل على الجزء الثاني من ليسن 2 بروبورشنال ديفيجن. بروبورشنال ديفيجن كونسبت، المفهوم بتاع بروبورشنال ديفيجن بيقول لي بروبورشنال ديفيجن از ديفايدنج سمثينج such as money, a piece of land or weight into two or more parts based on a special ratio. يعني الدرس بتاع النهاردة البروبورشنال ديفيجن بيتكلم عن dividing something، قسمة شيء معين زي money الفلوس، piece of land قطعة أرض، weight وزن into two or more لاثنين أو أكتر من اثنين، إيه special based on special ratio يعني بناء على أو مبني بناء على إيه على نسبة محددة. يعني إحنا هنتعلم النهاردة إزاي أقسم مبلغ أو أرض أو وزن على اثنين أو أكتر بنسبة محددة. Proportional division is used in many real life applications. بنستخدمه في تطبيقات حياتية كتير including dividing profits اللي هو تقسيم الربح، distributing inheritance معناها اللي هو توزيع الميراث and other particular applications. وفي تطبيقات كتير بنستخدمها، بنستخدم فيها proportion division. ادي عندي first example بيقول لي distribute 100 pounds among 3 persons and the ratio 2-3-2-4. انا عايز اوزع المبلغ 108 على 3 اشخاص، الثلاث اشخاص دول الريشيو بينهم هتكون 2-3-2-4. احنا عندنا طريقتين من الحل. الطريقة الاولى ان انا هاخد الريشيو عندي واشوف sum of parts، اقول sum of parts مجموع ايه البارتس اللي عندي للاجزاء دي، يبقى 2 بلس 3 بلس 4 دول كده يكون 9 بارتس. بعد كده value of each part، value of part دول 9 بارتس، عايز اشوف قيمة كل جزء منهم كام، يبقى حول 108 divided by الA sum of parts اللي هو 9 هتديني 12، طبعا 12 ايه pounds. بعد كده share of first نصيب الاول هيبقى 12 times 2 equal 24 pounds. بعد كده share of second يبقى 12 times الريشيو بتاعته 3، 12 times 3 equal 36 pounds. share of third equal 12 times 4 equal 48 pounds. تمام. هنا بعد كده عايز اعمل تشيك للانسر بتاعتي، اروح اعمل صم لدول 24 بلس 36 بلس 48. 4 بلس 6 بلس 8 equal 18، 8 and carry up 1. 1 بلس 2 3، 3 بلس 3 6، 6 بلس 4 10 108. ادتني الاجابه اللي هو العدد ده، يبقى كده الاجابه بتاعتي صحيح. دي اول طريقه للحل، بستخدم sum of parts value of part، بعد كده share of first share of second share of third، ودي طريقه سهله. الطريقه اللي بعدها بعمل جدول بكتب فيه ratios الثلاثه، هنا first second third وهنا صم، وهذه الريشوز اهي 2 3 4، مجموع دول 9، واكتب تحت ال 9 ال 108 اللي هي ايه المبلغ اللي انا هوزعه.
بعد كده عايز احسب شير اوف فيرست، هيبقى 2، هعمل كروس ملتبليكيشن 2 تايمز 108 اوفر 9، او 9 ديفايد باي 9 هنا 1، هنا ديفايد باي 9 ايكوال 12، 2 تايمز 12 ايكوال 24. طبعا ايه باوند، اكتب ال اي قبل منها كشير اوف سكند بنفس الطريقه الريشيو بتاعتها اهي 3 تايمز 100 3 تايمز 108 اوفر 9 طبعا ديفايد باي 9 1، وهنا 12 3 تايمز 12 ايكوال ايه يبقى ال اي 36. بعد كده شير اوف ايه ثيرد بنفس الشكل يبقى 4 تايمز 108 اوفر 9 طبعا 9 ديفايد باي 9 ايكوال 1، 108 ديفايد باي 9 ايكوال 12، 4 تايمز 12 ايكوال ايه ال اي 48. يبقى كده وصلت لنفس النتيجه، الطريقتين صح وما فيش مشكله فيهم. نشوف بعد كده اكزامبل، ده من كتاب المدرسه بيقول لي طبعا الاكزامبل ده مرتبط بمين؟ بالساينس. بيقول لي اف ذا ريشيو بتوين ذا نمبر اوف هيدروجين اتومز اتش تو اوكسجين اتومز او ان ووتر molecule is 2 to 1. How many atoms of each of them are there in drop of water containing 1,200,000 atoms? يبقى الأول هشوف sum of values أو sum of parts، يبقى 2 + 1 = 3 parts. بعد كده value of one part equal ال 1,200,000 divided by 3 طبعا equal 4، 12 divided by 3 equal 4، وهنكتب ايه ال 5 zeros دول يبقى 400,000. طبعا 400,000 ايه atoms. بعد كده هيدروجين اتومز ايكوال 400,000 تايمز 2، الريشيو بتاعته كانت 2 يبقى 8، وادي ايه ال 5 زيروز. بعد كده اكسجين اتومز يبقى 400,000 تايمز 1 ايكوال 400,000. وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده بالطريقه بتاعت ايه بارت سم اوف بارتس فاليو اوف وان بارت، بعد كده اللي هي ايه شير اوف فيرست او شير اوف سكند زي ما السؤال اللي فات حلنا. بعد كده ارتباط بالبزنس بيقول لي 3 بيرسنت invested in the construction of a factory. The first person paid 9 million pounds. The second person paid 6 million pounds. And the third person paid 7,500,000 pounds. At the end of the first year, the profit amounted to 2,250,000 and the profits were distributed based on each person's capital contribution. Calculate the share of the first year's profit for each person. معنى الكلام ده ايه؟ بيقول لي ان في ثلاث اشخاص اسسوا مع بعض شركه، الشركه دي او مصنع، المصنع ده عشان يأسسه الأول دفع 9 مليون 9 مليون، والتاني 6 مليون، والأخير دفع 7,500,000. After one year بعد سنة the profit amount، البروفيت معناه المكسب بتاعهم كان 2,250,000. I want now to distribute the profit، عايز أوزع البروفيت عليهم هم.
فانا هعمل ايه؟ الاول عندي المبالغ اللي دفعوها الاول والثاني والثالث، فانا هحسب هنا ادي الفيرست، ممكن عشان نختصر المكان عشان نحل في المساحه دي، فيرست تو سكند تو ثيرد، هكتب المبالغ بتاعتهم. الاول دفع ايه؟ 9 مليون، والثاني 6 مليون، تو الاخير 7 مليون 500000. هنعمل ديفايدد باي 100000، في 5 زيروز دول هيروح مع ال 5 زيروز دول، نركز كويس، هيروح مع ال 5 زيروز دول. هنا هتبقى 90 to 60 to 75. هنعمل divided by 15، دي equal 6، دي equal 4، دي equal 5. كده انا عرفت الريشيو بتوين التلاتة 6 to 4 to 5. هقول sum of parts، يبقى 6 plus 4 plus 5 equal 15 parts. بعد كده value of a part او 1 part هعمل divided by المبلغ اللي هو بتاع ايه؟ المكسب اللي هو 2250,000 divided by 15. دي كده 225 divided by 15 equal 15، يبقى وانزل 4 zeros يبقى كده 150,000 طبعا ايه؟ باونز. بعد كده share of first، نصيب الاول، يبقى 15,000 times البارت بتاعه 6 اهو، يبقى دي انزل ال 4 زيروز الاول، بعد كده 6 تايمز 15 ايكوال 90. بعد كده شير اوف سكند 150,000 تايمز ريشيو بتاعته كان 4، هتديني ادي ال 4 زيروز الاول، وبعد كده 4 تايمز 15 ايكوال 60 طبعا باونز. بعد كده شير اوف ثيرد ايكوال 150,000 تايمز 5، يبقى ال 4 زيروز الاول، بعد كده 5 تايمز 15 ايكوال 75. وطبعا ايه، ما انساش اليونت بعد كده، لازم اكتب باوند بعد كل عدد من دول، او اكتب ال اي قبل منه. وكده انا حليت الاكزامبل 4. نروح بعد كده لسؤال سهل. بعد كده بيقول لي distribute a number of oranges among Sally, Abir and Nihal in the ratio 7 to 4 to 2. If the share of Sally exceeds the share of Abir by 18 oranges, find the share of each one. خلي بالك هنا بيقول لي exceeds، يعني نصيب Sally بيزيد عن نصيب share of Sally، exceeds شيء نصيب عبير باي 18، سالي بيزيد عن عبير. سالي هنا الاول اشوف الريشيو بين، ممكن اعمل جدول عشان افتكر المعلومات اللي انا قريتها في السؤال. هنا التلاتة مع بعض، اول واحد اسمها سالي والتاني عبير والرابعة نهال، وهنا اللي هو ديفرنس، لان اكسيد دي تعتبر ماينس بتوين تو بيرس تو اماونتس. هنا 7 to 4 to 2، ديفرنس بتوين مين ومين؟ سالي عبير، سالي وعبير، سالي 7 وعبير 4، يبقى 7 ماينس 4 ايكوال 3، كده يبقى 18 هنا تحت مين؟ الديفرنس. بعد كده انا مش محتاج هنا sum of values، محتاج قيمة الايه البارت الواحد، يبقى value of one part
equal 18 divided by 3 equal 6 oranges. بكي شير نصيب مين؟ نصيب سالي هيبقى 6 times 7 equal 42 orange. بكي شير of عبير يبقى 4 times 6 4 times 6 equal 24 oranges. بكي share of نهال يبقى 6 times الريشو بتاعتها 2 يبقى 12 oranges. عايز اشوف الاجابه بتاعتي صح ولا ادي سائل اهي وادي عبير اهي يبقى 42 24 هعمل 42 minus 24 دي equal هنا 12 minus 4 equal 8 وهنا 3 minus 2 1 يبقى 18 يبقى الاجابه بتاعتي ايه كده صح 18 اورنج الفرق بين سالي وعبير. وكده يكون خلصت السؤال ده. السؤال اللي بعده بيقول لي زير ار 980 passengers in a train. If the number of passengers in the first class 2/3 of the number of passengers in the second class and the number of passengers in the second class 5/8 of the number of passengers in the third class. Find the number of percentage passengers in each class. عندي هنا قطار القطار ده فيه باسنجرز مسافرين فيرست كلاس وسكند كلاس وايه وثيرد كلاس اللي هي درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. الريشو بينهم الفيرست كلاس تو سكند كلاس تو ثيرد كلاس فيرست تو سكند يعني بيقول فيرست تو ان تو سكند 2 to 5 و second to third كانت 5 to 8. يبقى الريشو هنا بنعمل 2 times 5 و 5 times 5 و 5 times 8 لكن لو كان العددين دول شبه بعض على طول هتبقى 2 to 5 to 8 الريشو between the 3 class. نيجي بعدين sum of parts two plus five plus eight equal 15 parts. Okay, value of one part equal 980 divided by 15. هنا الأول هقول 90 divided by 15 معلش اسف انا ما شفتش السؤال كويس. هنا بيقول لي 908 وهنا 2/3 مش 2/5 يبقى هنعمل الريشو ادي فيرست تو سكند تو ثيرد هنا 2 to 3 وهنا 5 to 8. احنا خدنا السنه اللي فاتت الريشو دي بنعملها بالشكل ده بقول 2 تايمز 5 ايكوال 10 و 3 تايمز 5 15 وهنا 3 times 8 equal 24
دول ما لهمش simplest form. هنبدأ نعمل ايه؟ اول sum of parts يبقى 10 plus 15 plus 24 كده equal 49 parts. بعد كده value of part, value of one part equal 980 divided by 49 طبعا equal 20 ايه passengers. بعد كده number of passengers in first class هيبقى 20 times الريشو بتاعتها اللي هي هنا 10 equal to 100 طبعا ايه passengers. second class equal 20 برضو times ايه 15 equal 300 passengers. Okay, third class يبقى 20 times 24 دي equal 480 passengers. وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. السؤال اللي بعده بيقول لي try by yourself divide 360 among 3 persons such that the ratio between the share of the first and the share of the second 4 to 3 and the share of 1 the share of the third is half the share of the first. Find the share of each person. حاول تحل السؤال. وقف الفيديو حاول تحل السؤال وبعد ما تحل السؤال ارجع معنا شوف اجابتك صح ولا غلط. حاولنا. طيب نحل مع بعض. الاول المبلغ اللي انا هوزعه اهو 3600 هوزعه على 3 اشخاص. هحسب الريشيو بتاعتهم ادي فيرست تو سكند تو ثيرد. فيرست شير اوف هنا بيقول لي شير اوف فيرست تو ذا سكند 4 تو 3 فيرست تو سكند 4 تو 3 بعد كده شير اوف ثيرد هاف شير اوف فيرست ثيرد يبقى احط ال1 تحت الثيرد وال2 تحت الفيرست. وهنا هقول 4 تايمز 2 equal 8 بعد كده 3 times 2 3 times 2 equal 6 بعد كده 1 times 4 equal 4 اعملهم ديفايد باي 2 دي هتبقى 4 دي 3 دي 2. بعد كده sum of values او sum of parts equal 4 plus 3 plus 2 equal 9 parts. بعد كده value of one part equal 3600 divided by اللي جمعناهم دول 9 parts equal 400 طبعا ايه pounds. okay share of first equal 400 times الريشيو هنا بتاعته كانت 4 equal ال E 1600. A share of second 400 times 3 equal 1200 pounds أو ال E طبعا المفروض ال E بتكتب قبل العدد. A share of third يبقى 400 times 2 equal 800 pounds او اللي ايه بنكتبها قبل العدد. وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. نروح لبعد كده. هنا بيقول 3 persons shared in a commercial project with a capital of 18,000 pounds. The first paid 4,000. The second paid 6,000. The third paid the rest. At the end of the year,
The net profit was 1,980 pounds. Calculate the profit of each of them. الراتيو طبعا قد ايه؟ First to second to third. الاول دفع 6,000 والتاني دفع الاول 4,000 والتاني 6,000 والتالت دفع الباقي، لكن هما الثلاثة مع بعض دافعين كام؟ 18,000. طب دول مع بعض 10,000، يبقى الباقي دفع ايه؟ الاخير دفع 8,000. هنعمل simplify divided by 1,000 هتبقى 4 to 6 to 8، واعمل divided by 2 يبقى هنا 2 to 3 to 4. back a sum of values او sum of parts. يبقى 2 plus 3 plus 4 equal 9 parts. بعد كده value of each part أو one part value of one part يبقى 1980 divided by 19 divided by 9 equal 2. بعد في ريميندر 1 يروح جنب ال 8 يبقى 18 ديفايد باي 9 ايكوال 2 بعد كده 0. دي طبعا ايه؟ باونس. بعد كده شير اوف فيرست شير اوف سكند شير اوف ثيرد. شير اوف فيرست ايكوال 220 تايمز 2 ايكوال 440 باونس. شير of second يبقى 220 times 3 equal 660 pounds. share of third equal 220 times 4 equal 880 pounds. وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. طبعا عايز اعمل تشيك للانسر، اعمل لدول بلس لو اداني 1980 يبقى اجابتي ايه؟ صح. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ماهر سعيد اند تامر started a business. ماهر paid 6,000 سعيد paid 4,500 and تامر paid 7,500. at the end of the year their company lost 2760. find the loss of each of them. هنا الثلاثة دول خسروا، فأنا عايز أحسب نصيب كل واحد فيهم في الخسارة. يبقى هنا first to second to third. first اللي هو ماهر، بدل من first يفضل أكتب ماهر بأسمائهم، ماهر، والتاني سعيد، والثالث اسمه تامر. الاولاني دفع 6,000، الثاني 4,500، الاخير دفع 7,500. هنعمل divided by 100 هتبقى 60 to 45 to 75. هنعمل divided by 15 هنا هتبقى 4 وهنا 3 وهنا 5. نقول sum of parts يبقى 4 plus 3 plus 5 equal 12 parts. بقى value of one part هاخد اللوس اللي هو 2760 divided by 12 واشوف دي يطلع لي كام. هنا 27 divided by 12 equal 2، هيتبقى منها 3 يبقى 36 divided by 12
equal 3 وال 0 يبقى هنا ايه نكتب 230 باونز. بعد كده share of first in the loss او loss of first خسارة الاول يبقى 230 times the ratio بتاعته times 4 يبقى 0 الاول اللي ايه هنا 4 times 3 equal 12 carry up 1 4 times 2 equal 8 and 1 equal 9 okay, loss of second يبقى 230 times الريش بتاعته 3 هذا 0 بعد كده 3 times 3 9 3 times 2 6 okay, loss of third يبقى 230 times 5 هذا 0 بعد كده 5 times 3 15 5 and carry up 1 5 times 2 10 and 1 11 يبقى كده حسبت الخسارة بتاعت كل واحد فيهم. هنا try by yourself بيقول لي مكرم عادل and رأفت started a commercial business مكرم paid 20,000 pounds عادل paid 16,000 pounds and رأفت paid 14,000 pounds at the end of the year the net profit المكسب بتاعهم كان 5000 find the profit of each of them وقف الفيديو وابدأ حل السؤال ده وارجع معانا بعد شوية شوف اجابتك صح ولا غلط. ها حلينا طب شوف مع بعض الاجابة الصح يبقى هقول الاسماء بتاعتنا مين مكرم تو عادل تو رأفت مكرم دفع 20,000 باونز بعد كده عادل 16,000 والأخير 14,000 نعمل divided by 1,000 هتبقى هنا 20 to 16 to 14 فهنا نعمل divided by 2 هنا تبقى 10 وهنا تبقى 8 وهنا تبقى 7 بعد كده هنحسب ايه sum of parts يبقى 10 plus 8 plus 7 equal 25 parts okay, value of one part equal 5000 divided by 25 equal 200 pounds نيجي بعدين share of first او share of مكرم هيبقى 200 times 10 equal 2000 pounds Okay, share of عادل يبقى 200 times 8 equal طبعا ممكن اكتب ال e بدل من باونز يبقى 8 times 200 equal 1600 بقى كده share of رأفت Two hundred times seven equal 1400. بعد كده عندي example seven بيقول أمير رمزي and عمر started a business. أمير paid 3/5 of what رمزي paid and عمر paid 3/4 of what أمير paid. At the end of the year, the profit was 25,000. Amir took 4,500 for management, and the net profit was shared in proportion to what they paid. Find the share of each one of the profit.
الاول هشوف الريشيو بتوين التلاتة دول امير تو رمزي تو عمر. الاول كانت الريشيو بتوين امير اند رمزي 3 to 5، وهنا الريشيو بتوين عمر اند عمر بي 3/4 of Amir، عمر 3/4 of Amir، يبقى 3 تحت عمر و 4 تحت ايه امير. هنا بقول 3 × 4 = 12، وهنا 5 × 4 = 20، وهنا 3 × 3 = 9. هنا ما فيش حاجة الأعداد دي يقبل اسم عليها، فكده هسيبهم زي ما هم. بعدين هقول sum of parts، +12 + 20 + 9 2 + 0 + 9 = 11 1 and carry up 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 = 41. بعد كده هم دفعوا كسبوا 25,000، بس ايه امير هياخد 4,500 for management، يبقى اقول the net profit هتبقى 25,000 ماينس ال 4,500 بتاعت مين؟ بتاعت امير اللي هياخدها نظير الاداره بتاعته. يبقى هنا هتبقى ايه 0 - 0 = 0، وهنا 0 - 0 = 0، وهنا 0 - 5 بس، ودي تبقى 10 ودي تبقى 4، يبقى 10 - 5 = 5، يبقى 4 - 4 = 0، وهنا ايه 20,500 pounds. بعد كده اقول value of one part equal 20,500 عملها divided by 41 هتديني equal 500 pounds. بقى شير of امير in profit، شير امير نصيب امير في المكسب، هيبقى 500 × 12 = 6,000 pounds. ده نصيبه في المكسب، لكن هضيف له ال 4500 اللي هم ايه اللي هم دول بتوع المانجمنت، يبقى توتال شير اوف امير هيبقى 6000 دي بلس ال 4500، يبقى امير كده هياخد دول اللي هم 10500 كشير اوف الباقيين، شير اوف رمزي هيبقى 500 × 20 = اللي ايه 10,000 كشير اوف الأخير عمر 500 × 9 = 4,000 اللي طبعا 4,500 pounds. وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. أسيبكم كده في الجزء ده، احنا كده خلصنا الجزء الثاني من الدرس، إن شاء الله مع بعض نكمل الجزء الثالث في الحصة القادمة إن شاء الله. الدرس مليان ودرس فيه أسئلة كتير، أتمنى أنكم تذكروه كويس وتركزوا كويس معانا في المنهج، لأن المنهج ده
محتاج مجهود كبير. الدرس الثاني ده في مجموعة أفكار كتير وموضوعات كتير داخل متضمنة داخل الدرس. احنا خلصنا كده الجزء الأول، الجزء الثاني إن شاء الله انتظرونا في الجزء الثالث وحل التدريبات، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.